في تونس هو قديم برشا، اقدم من المالوف التونسي الفن الزنجي هذا في تونس. كان وقت الملوكيه كان تونس قبل تولي جمهوريه، وكانوا اربع ديار في مدينه تونس وزوج ديار في مدينه صفاقس، وكان اسطنبيلي في زوج ولايات في الجمهوريه التونسيه، هي ولايه صفاقس ولايه تونس. كانوا الاربع ديار هذوما تنحاو، قعد كانت زاويه سيدي علي الاسمر، والله هما جابوه العجامه اللي كانوا السكلاف اللي كانوا في تونس اللي جابوهم، العبيد هذوما كي كانوا تسمى فيه جابوهم هما. اما الالات اللي في القنبري كما الات القنبري هذيك اله تسمى فيها تونسيه، الفكره افريقيه، اما هي الاله تونسيه صنعت في تونس وموجود في تونس، في المغرب يتسمى جنيوه، في الجزائر يتسمى الديوان، في تونس يتسمى الاسطنبيلي، في ليبيا يتسمى المكاري، في موريتانيا تسمى البوري. معناتها هما خمسه بلدان هذوما، هو نعرف من الجاز ومن البلوس. هي طريقه كما طريقه الشاذوليه والعيساويه والقادريه، هي طريقه السمران، نصي باب السمران معناتها سمر. اول حاجه اسطنبيلي ما بقاش حظه في تونس، مش كيما نشوفوا المغرب فما فيستيفال، وان شاء الله الجمعيه اللي تكونت هذه في 2016 ان شاء الله شويه فيستيفال كيما عملنا الخرجه في سيدي محرز، كيما عملنا مثلا. اما هي المولديه راه حتى قبل تولي جمعيه، المولديه من عام 99 رجعت. هي الناس اللي ما يعرفوش الفن هذايا هو راهي حاجات هذيك امور روحانيات حاجه اخرى، اما هذه تسمى فيها فن اسطنبيلي صفه عامه اللي معروف خاطر برشا يقولوا جنون وحكايات وسبري وشرك وحكايات، وهذا لا ينزل الله بهم سلطان. هو انسان هز وجد كما انسان جه نوبه مثلا في المزود ولا في العواده ولا شيء، مثلا يقولوا نحن هو هذاك ريتم هذاك الاخر الاقل، فماش من الحكايه دي. شفت الخارجة ديغديغمان اللي صارت في المولد من سيدي محرز سيدي بن عروس، دونك هكا جيت كوريوز بور سافوار سكيليا ابخي. جيت اليوم استدعاوني دونك جيت. بور ما اكتشاف جديد اسطنبيلي ما نعرفوش قبل، ما نعرفش ثقافة اسطنبيلي شنو. فما نقولوا احنا للموسيقى هذه الاسطنبيلي اللي في تونس والديوان في الجزائر والقناوه اللي في المغرب، الاصول معناها اللي خرجوا منها قبل الموسيقى هذه، خرجت منها البلوس اللي تو في امريكا والجاز والريغي، معناها هما اصل الناس الفرقه اللي مشاو لامريكا هزوم لامريكا، دونك من الناس هذوما نتاع المجموعه نتاع الموسيقى هذيا القناويه والاسطنبيلي والديوان، ماخذين الاغاني على اصولها، الاغاني اللي ماخذين على المرحومين الكبار بالاجيال تجي ونحفظوا الكلمات والاغاني، الاغاني هما اصلهم جايين من افريقيا، معناها من مالي من طبقتو من نيجر، قعدنا محافظين احنا في تونس على اسطنبيلي، محافظين على اللوكسون الافريقيه، هي الهوسه ولغه البرنو ولغه الفلانيه ولغه
Thank you.